السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين من جديد مع قصة جديدة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة بعنوان الحذاء العجيب. في الصورة الموجودة قدامنا، يا ترى اللون هو أبيض للأشرطة مع وردي، ولا تركواز مع لون رمادي للأشرطة؟ ما تنسوش دلوقتي حالا توقفوا الفيديو وتنزلوا تحت في التعليقات وتكتبوا اللون اللي انتوا شايفينه أول ما بصيتوا هو ايه. الناس اختلفت حوالين الحذاء ده، وناس اجمعت على انه باللون الوردي والابيض، وناس قالت لا احنا شايفينه باللون التركواز والرمادي. يا ترى انتوا من انهي فئة في الاتنين؟ على العموم الاصح فيهم هنعرف في اخر الفيديو. في تفسيرات كتير ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بتفسر هذه الظاهرة، ولكن كلها كانت محض اجتهادات وليس عليها أي دليل علمي. هذه التفسيرات كانت بتقول إنه إذا كنت من أصحاب الفص الدماغي الأيسر، أي الذي يتحكم فيك هو الفص الدماغي الأيسر، فأنت هتشوف الصور دي بالألوان التركواز والرمادي. وإذا كنت من أصحاب الفص الدماغي الأيمن، أو اللي بيسيطر عليك الفص الدماغي الأيمن، فأنت هتشوف الصورة بالألوان الأبيض والوردي. زي ما قلنا إن في البداية خالص كل هذه التفسيرات كانت محض اجتهادات وليس عليها أي دليل علمي مثبت، لأنه الفصين بتوع المخ بيشتغلوا، هما الاتنين بيعملوا، هما الاتنين بكفاءة عالية جدا بيؤدوا وظائف محددة مطلوبة منهم، ولكن هما الاتنين متكاملين في عملهم لخدمة الجسم البشري. الفرضية الأساسية هنا اللي وضعها العلماء إن الإضاءة الغير واضحة اللي هي مش مبينة اللون تحديدا، ومساحة الصورة الغير واسعة، كانوا هما السبب وراء كل الجدل والاختلاف اللي كان حوالين الصورة. الدكتور والا ستوريسون، أستاذ طب العيون في المركز الطبي في جامعة نبراسكا، قال إنه الدماغ بتقوم باستمرار بتقدير لون الضوء اللي بيقع على الأشياء، وإحنا كلنا كأفراد بتختلف لدينا افتراضات العقل اللاواعي، كل منا بيختلف عن الآخر، كما إنه الأمر بيتعلق بحاجات صغيرة كده موجودة في الجزء الخلفي من مقلة العين اسمها المخاريط الصغيرة. المخاريط الصغيرة دي مسؤولة عن تصور الألوان بطريقة مختلفة، يعني المخاريط الصغيرة دي اللي موجودة في مقلة العين وبالتحديد في الجزء الخلفي مسؤولة عن إنها بتورينا الصور الحقيقية للأشياء اللي إحنا بنشوفها والألوان بتاعت هذه الأشياء. العين والدماغ هم المسؤولين مسؤولية كاملة عن صنع تلك الحسابات المختلفة. كمان في عالم اسمه بيفل كونوي، عالم أعصاب في المعهد الوطني للعيون في الولايات المتحدة، كان بيقول إن أدمغة الناس في هذه الصورة تحديدا كانت بتحاول إنها تفصل الألوان الموجودة في الصورة، وهذا يتوقف على مدى حساسيتك أنت كشخص تجاه الضوء. يعني في منا أشخاص بتبقى حساسيتهم للضوء عالية، وفي أشخاص تانيين بتبقى حساسيتهم للضوء غير عالية. وبما إن الضوء في الصورة دي كان خافت جدا، وكانت مساحة الصورة مش مورية الصورة بشكل أوضح، كان الدماغ هنا بيحاول إنه بيتعامل مع الحاجات أو المعطيات اللي موجودة في الصورة من معلومات قليلة ومن إضاءة ضعيفة، وبناء عليه بدأ العقل يفسر الألوان كما رأيناها أنا وأنت وغيرنا في الصورة. وفي الأساس بيحاول النظام البصري الخاص بك باستمرار تصحيح الألوان المعروضة على شبكية العين، بمعنى إنه إحنا بنشوف ألوان كتير وبنشوف أشكال وبنشوف صور كتير بيبقى فيها شوية تعديلات. النظام البصري الموجود
في العين بيحاول باستمرار انه يصحح الصورة اللي حصل فيها شوية تشوه، او اللي حصل فيها تشويش، او اللي ادخل عليها بعض التعديلات. النظام البصري بيحاول باستمرار تصحيح هذه الاخطاء اللي بتدخل على اي صورة، علشان كده احنا اي صورة بنشوفها تلقائيا بنلاقي النظام البصري عندنا بيبدأ يشوف، بيحاول يرجع الصورة لأصلها أو إلى الطبيعة اللي هي بيتوقع أن بتكون عليها هذه الصورة. هي دي صورة الحذاء بالألوان الطبيعية. إذا عجبتكم القصة يا ريت ما تنسوناش من اللايك ومن الشير، ولا تنسوا دعم القناة والاشتراك. ولو حابين مزيد من القصص المشابهة يا ريت تنزلوا أسفل الفيديو في التعليقات وتكتبوا لنا آرائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.